الناس او يجيبوا اهداف للاهلي في رمضان، او يجيبوا اهداف للاهلي عن طريق رمضان. كابتن رمضان، شهر رمضان في الكوره بقى، وانت عندك طبعا اكيد ذكريات كتيره قوي في رمضان، ايه الفرق بين اللعب في رمضان وغير رمضان؟ هو اللعب في رمضان بالنسبه لي ببقى موفق فيه بشكل غير عادي. موفق بشكل شهر قبل الفطار بتاعه، سواء قبل او بعد يعني يعني 90% من ماتشاتي كنت بحرص فيها اهداف، وفي اهداف ما اعرفش جت ازاي يعني من نوايا. فده كان بيبقى فيه توفيق غير عادي، رغم ان اخر 10 ايام من الشهر ببقى مستهلك، يعني ببقى تعبان كلنا في العشرة، وحتى ممكن اروح للمدير الفني اللي بيبقى موجود معايا سواء منتخب او النادي، بطلب منه ان انا ممكن لو هيعدني احتياطي او ما يبداش بيا انا اتقبل هذا يعني، لان فعلا التركيز عندي بيقل. الجري عندي اصلا بشكل عام انا ما بجريش كتير، فما كانش المشكله في الجري قد ما كده كده ما بتجريش يعني. انت حتى وانت بتحتفل ما بتجريش حتى فمش هقول بقى انا كنت باجري ومجهوده في مكانك يعني. هو بيلعب بعقله، هو دايما كان يلعب بعقله يعني. لا لا، هي تعبير دقيق من المهندس عدلي، المفكر الصحفي والمفكر الكروي. الحقيقه لانه فعلا اعلى حاجه الفكر في حد ذاته. فهو شهر رمضان شهر بركه، وبمناسبه ان انتوا الاستاذ نبيل اتكلم على ان حتى الشيطان ما يعرفش يجي للانسان، او لينا بالتحديد في رمضان نتيجه العمل الجماعي، اي تجمع صعب ان يكون بينهم الشيطان اصلا. هو الشيطان دايما بيختلي بالفرد، لكن لما يبقى في عدد بيه. طبعا، لكن لو احنا اربعه يجي لنا ازاي يعني؟ صعب. انتوا الاربعه يلموكوا في مدينه.